صاحب. معلش عايز بس اتاكد اشوف الطلقه جوه ولا رايش. تقريبا رايش. حظك حلو. ايه رايش؟ لا رايش. ومعرفتش هما مين؟ مصطجيه بيوصلوا رساله وطلعوا يجروا. يروح فيها رجب السواق. نصيبه بقى. هما لو كانوا عايزين رقبتي ما كانوش رحموني. ومعرفتش مين اللي عمل كده؟ مش هتفرق يا صاحب. مش هتفرق. انت عمال بقالك مدة بتقول لي عايز اخلع اخلع اخلع. اكيد انت حاسس بحاجة وعارف مين اللي عمل كده. معلش استحمل. ورحمة سيد اخويا ما اعرف. المهم قول لي عملت ايه مع الحمار اللي رحت له؟ طلع عندك حق. ما بيجيش غير بلاوي الدراع. غالي والطلب رخيص. انا اهم حاجه عندي سليم. لازم يتامن كويس. طب ما ترسيني عشان ابقى فاهمه معاك. ارسيك؟ هو انتوا في حد فيكم رسيني على حاجه؟ قصدك ايه؟ ان انا مخبي عليك حاجه؟ مش انت لوحدك. علي اللي كنت فاكره صاحبي طلع مخبي جواه غل سنين لحد ما لقى حجه يطلعه بيها. اشرف عشة عمر اللي متربي معايا قالب وشه اقعد اتكلم معاه ما فهمش منه حاجه. زعلان ان انا ما حكيتلوش. فاكر ان الموضوع صغير شغل عيال يعني. حتى موت ابو العزم عرفوا يخبوه في ثانيه. فجاه عملوا منه بطل. طب ودي تزعلك في ايه؟ يزعلني في ايه؟ اللي عملته ما يتحسبش واللي ما عملتوش عمال بيعد عليا. على الاقل افهم يا اخي. كل ده مش من حق ازعل يا بوبو. خيرهم انت. مش عايز تقتنع ان احنا الاتنين في مركب واحده. مش عايز تقولي مين اللي عمل فيك كده ومخبي عليا. شايف الصباره دي يا جمال؟ اوه بعدد الشوك اللي طارح فيها بني ادمين عايزين رقبتي. تفتكر لو انا اتجرحت وانا بوريها لك دلوقتي اقرب وشي منها عشان اعرف اني شوك علمت عليا؟ وشي كله هيبوظ يا صاحبي. متأكد يا بوبو؟ استنى يا جمال. أنا هقول لك يا صاحبي. يشفع لي عندك إن الوحيد في أصحابك اللي صرخك. فلوس الكومي أنا السمسار بتاعها ورجالتي هم اللي عملوها. واقف كل ده بتتفرج عليا؟ ابني اتخطف وتفضل ساكت ومخبي عليا؟ رقبتي كانت تروح قبل ما يحصل لك انت او سليم اي حاجه. انا مش خاين يا جمال. انا كنت هقول لك ورحمه سيد اخويا كنت هقول لك بس لما يحين وقته. وقته؟ متاخر قوي يا بابا. متأخر ما كانش جرالي ده الليلة دي. في واحد عايز يطلعني برا الصورة خالص. بيكسر كل اللي حواليك عشان يفضلك انت بس. مين ده؟ صاحبك علي الميري. زي ما بقولك علي الميري هو اللي مدبر كل حاجة ومش هيطمن ولا يهدله بال طول ما احنا مع بعض. يا ريتها جت على علي يا بوبو. الموضوع أكبر بكتير. أنا كل يوم بيعدي بتورط فيه أكتر من اليوم اللي قبليه. كنيسة، بهجت سالم، أبو العزم اللي حصلت غصب عني. هفضل لحد إمتى أحل في مشاكل؟ واحدة واحدة يا صاحبي. إحنا نرتب رأينا صح. وبعدين ندورها حرب فوق دماغهم. حرب هيندموا عليها. حرب هترجعني أوسخ من أول مليون مرة. عشان كده قلت لك نشتغل على نوح ونفرم وقتي. هو اللي كان تحت ايدينا. نوح باين عليه ان هو مسدود منهم ومش ناويين يرموه. وده على فكره في مصلحتي. لو خلصت منه ابقى بضيعه من ايديا. وتفتكر هو كده ما ضاعش بعد ما رحت له؟ اكيد هيحرص منك. مش فاهم.
قافل ومالي ايده بالناس اللي وراه. لما يبقى معاك مفتاح وتجربه مره ما يفتحش اوعى ترميه، روح طلع نسخه تانيه اكيد هيفتح. بعد 4 أيام في وفد مكون من قضاه وفقهاء دستوريين من هولندا وفرنسا هينزلوا هنا في اوتيل سفينكس. المطلوب التعامل معاهم. الوفد ده غير رسمي، يعني الشخصيات ما تهمناش. احنا ننفذ العمليه دي لصالح دوله صديقه. تمام سعادتك. الدوله دي طلبت ان هي تبعت فريق يشارك في العمليه. وانا رفضت. بس هم هيحاولوا يعملوها من ورانا. مهمتك انك تنفذ العمليه دي من غير ما تسمح لاي طرف خارجي انه يتدخل فيها. اكيد سعادتك. عشان كده هعفيك من مهمة التخلص من الجبال دلوقتي. عايزك تركز في حاجة واحدة بس. بعد إذن سعادتك. لو تزلي سعادتك، العمليتين هيتموا مع بعض وبنفس الكفاءة المطلوبة. اوكي. نفذ علي. زين نصار المحامي حاضر مع المهندسه رباحي. اهلا وسهلا يا زين بيه، افتح المحضر. انه في ساعتي وتاريخي بدانا نحن وشريف معروف رئيس نيابه امن الدوله العليا طوارئ بالتحقيق مع اسمك وسنك ووظيفتك ومحل اقامتك. روبا السيد حلمي، مهندسه اتصالات في شركه سيجنال 12 شارع الشهيد صلاح جابر باب اللوق. ما هي طبيعة عملك بشركة الاتصالات المذكورة؟ مهندسة محطات، مسؤولة عن متابعة وصيانة أبراج التغطية على مستوى المحافظات. وحدود وظيفتك مقصورة على المحطات بس؟ ولا تمتد لأقسام تانية في الشركة؟ لا يا فندم، أنا ماليش أي علاقة باللي بيحصل جوه الشركة، ولا حتى مصرح لي أدخل أي قسم تاني. دي إمضتك؟ آه، دي إمضتي. متأكدة؟ خدي وقتك. امضتي. بعد اذنك اتفضل. وقد عرضنا عليها بعض من تقارير الصيانه الدوريه الملحقه بالملف الفني واكدت صحه توقيعها. سين، من واقع معلوماتك كمهندسه متخصصه في الاتصالات، ايه هي الوسائل اللي تمكن اي شخص من تسجيل او التنصت على عميل بعينه؟ ربا، لازم يكون معاه تصريح علشان يدخل على سيرفرات الشركة. مفيش أي وسيلة تانية؟ لا مفيش. شريف بيه، المهندسة روبا لسه قايلة إن ما عندهاش تصريح لدخول أي مكان تاني. عارف يا زين بيه، وهو ده السؤال. سبق ليكي ودخلتي على سيرفرات الشركة قبل كده؟ ما حصلش. شريف بيه، ممكن نعرف بالظبط إيه حدود التهمة الموجهة للموكلة بتاعتي؟ أوي أوي. التهمة الموجهة ليها التخابر لصالح دولة أجنبية.